GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم مثنى اللامي من GSM Medical Education، مستمرين وياكم، واليوم أتكلم عن الـ Renal Clearance. إن شاء الله الأهداف من هذه الحلقة تكون كالتالي: بعد ما نتكلم ونعرف شنو يعني مصطلح الـ Renal Clearance، راح أيضا نكون عارفين كيفية حساب الـ Clearance، وما هي علاقة الكليرنس ويا أو مع الجي اف ار اللي هو جلومرولار فلتريشن ريت، وشنو هو الجلومرولار فلتريشن ريت، وفي النهاية أيضا نعرف الميكانيزم اللي يحصل بها الكليرنس بالكدني. الكليرنس أو الرينال كليرنس، الكليرنس هو معناه التنظيف اللي يحصل للدم او للجسم اذا صح التعبير بشكل عام، لكن الرينال كليرنس هو التنظيف اللي يحصل للبلازما اللي تمر من خلال الكيدنيز من خلال الكليتين. اذا رينال كليرنس describes the volume of plasma completely cleared of a substance by the kidneys per unit time. اذا رينال كليرنس توصف لي أو تنطيني حجم البلازما اللي تتنظف من مادة أو من عنصر معين بالكدني أو بالكليتين في وقت محدد. هنا القضية يتكلم لي عن إدراج أو عن مادة معينة تعطى، وأنا أقيس أو أريد أعرف كيفية حصول التنظيف أو التخلص من هذه المادة المعطاة من وطرحها خارج الجسم. هو هذا الكليرنس بالتحديد، الرينال كليرنس. هنا higher renal clearance suggests that substance may be cleared almost completely in one pass through the kidneys, while a low value describes a substance that may not be eliminated by the kidney at all. شنو يقصد بهذا الكلام؟ يقصد انه كل ما ازدادت نسبة الرينال كليرنس تنطيني دلالة انه هذا العنصر او هذا الدواء او هذه المادة المستخدمة تنظفت او انطرحت بشكل كامل من خلال الكدني، من خلال وان باس، من خلال مرة واحدة مرت من خلال الكدني هذه المادة او هذا العلاج. اما اذا كانت النسبة قليلة للكليرنس، للرينال كليرنس، هذا ينطيني دلالة بأنه المادة هذه ممكن ما تنظفت بشكل كامل أو ما انطرحت خارج الجسم بشكل كامل، أو الكليتين غير قادرتان على طرح تلك المادة. إذن أو تحتاج المادة أكثر من one pass، يعني تحتاج two passes أو أكثر على مود تنطرح بشكل كامل. طبعا في حلقات الفارماكولوجي تكلم الدكتور حارث العوادي بشكل مفصل عندما تكلم عن الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس، كان احدى الحلقات تتكلم عن الكليرنس بشكل مفصل، لذلك انصح الجميع بمراجعة تلك الحلقة على مود تكون الفكرة كاملة وشاملة عن الكليرنس. كيفية حساب الكليرنس؟ بعد ما عرفت شنو هو الرينال كليرنس شلون احسبه؟ هنا الكليرنس طبعا هنا الاكس يمثل لي اي عنصر، يمثل السبستانس، عفوا. الكليرنس اللي وحدة قياسها ملي لتر بير مينيت، اذا ملي لتر بالدقيقة، تساوي لي اليو ذاك للعنصر للإكس اللي هو يا هو اليورين أو اليورين كونسنتريشن، وهذا وقت قياسه مثلا ملي جرام بير ملي لتر، في أضربها في ال في شنو هو اليورين فلو ريت، يورين فلو ريت
اللي هو وحدة قياسة ملي لتر بير مينت أيضا. وأقسم الناتج هذا أقسمه على ال P لل X. ال P تمثل لي plasma concentration of X. إذن إذا أريد أعرف ال clearance اللي هي ال volume of plasma from which the substance is completely completely cleared per unit time. الكليرنس اللي هو حجم البلازما اللي تتنظف من عنصر معين بشكل كامل بالنسبة لوحدة الوقت. الفورمولا تقول لي لازم أعرف أو الصيغة اللي أستخدمها أو المعادلة تتطلب مني أعرف اليورين كونستريشن للدراج أو العنصر المعطى، وكذلك البلازما كونسنتريشن للعنصر المعطى، وايضا اعرف اليورين او اليوراين فلو ريت. اذا تكون المعادله بالشكل التالي: كليرنس تساوين اليورين كونسنتريشن للعنصر مالتبلايد تنضرب في اليورين فلو ريت وتتقسم على او ديفايدد اون ماذا؟ البلازما كونسنتريشن او البلازما كونسنتريشن للعنصر المعطى. هذه هي طريقة حساب الرينال كليرنس. جيد، ماذا عن علاقة الرينال كليرنس بالجلومرال فلتريشن؟ هذا الجلومرالز مثل ما تكلمنا في الحلقات السابقة اللي هو نتورك اوف كابيلاريز محاطة بمن؟ بومان كابسول. طبعا هذا الرسم التوضيحي يوضح لي ماذا؟ النفرون. ومثل ما هو معروف اربع عمليات تحصل في النفرون من خلال مرور الدم والبلازما الى اجزاء النفرون، هي الفلتريشن هنا، ومن ثم ري ابسوربشن اعاده امتصاص بعد التصفيه اعاده امتصاص، ومن ثم سيكريشن افراز، ومن ثم اكسكريشن طرح الى الخارج. هذه الاربع عمليات هي تودينا او تنطينا الناتج النهائي اللي هو ينطرح خارج الجسم في النهاية، وهو هذا ما يسمى بالاكسكريشن او هو هذا الكليرنس المرحلة النهائية اللي هي ممكن تسمى اكسكريشن او اليمينيشن بطرح البول. فهو المادة المطروحة مع البول هي هذا اللي مراد حسبها او عفوا مراد حسابها في الرينال كليرنس، هي كمية العنصر او الدواء اللي يطرح مع البول من خلال هذه العمليات الاربعة اللي هي فلتريشن ري ابزوربشن سيكريشن اند اكسكريشن. اللي يطرح مع الاكسكريشن مع البول هو اللي يحصل له عملية الكليرنس، وبما انه تحصل بالكدني تسمى بالرينال كليرنس. ماذا عن الجي اف ار؟ الجي اف ار هو كيفية او نسبة او معدل عمل الجلومرولز، معدل عمل الجلومرولز. هنا عندي المقارنة بين الكليرنس ومعدل عمل الجلومرولز. شلون؟ يعني اذا كانت الكليرنس اصغر او اقل عفوا اقل من الجي اف ار، معناها السبستانس يحصل له شنو؟ تيوبولر ري ابزوربشن. يعني العملية رقم 2 تكون جدا عالية، لانه عملية رقم 1 اللي هي الفلتريشن اكبر من الكليرنس او اكثر من الكليرنس، لذلك السبستانس راح يحصل له هنا ري ابزوربشن بشكل عالي. طبعا اكس يمثل السبستانس. اما اذا كانت الكليرنس اكبر من الجي اف ار، معناها السكريشن راح يكون عالي. السكريشن العملية الثالثة تكون عالية للعنصر، فبالتالي تكون عملية طرحه بشكل سريع، عكس الحالة الاولى تكون عملية طرحه جدا قليلة لانه يحصل له ري ابزوربشن اعادة امتصاص. اما السكريشن بالحالة الثانية عندما يكون الكليرنس اكثر من الجي اف ار، هنا ينطرح من التيوبولس
عفوا يحصل له سيكريشن للسبستانس بشكل كبير، ولذلك عملية الطرح تكون كبيرة وسريعة. أما في الحالة الثالثة عندما يتساوى الكليرنس مع الجي اف ار، هنا راح يكون لا يوجد لا ريابسوربشن ولا سيكريشن، لا ريابسوربشن ولا سيكريشن، وبالتالي ينطرح الاكس اللي هو الدراج او الكونتراست بشكل عادي وطبيعي جدا، لانه يحصل له لانه الجي اف ار تساوي الكليرنس، وبالتالي يمر بشكل سهول بالتيوبلز، ولا يحصل لا ري ابزوربشن ولا سيكريشن، وبالتالي يطرح مع اليورين. جيد، اذا عندي ثلاث حالات، اما الكليرنس يكون اقل من الجي اف ار، وهنا الري ابزوربشن يكون عالي وللاكس طبعا، واما يكون الكليرنس اكثر من الجي اف ار والسيكريشن يكون عالي، او يتساوى الكليرنس والجي اف ار وما ولا وفي هذه الحاله لا يوجد لا سيكريشن ولا ري ابسوربشن. الميكانيزم اللي يتم في عمليه الكليرنس هنا يعتمد على حالتين او قضيتين، قضيه نسبه الرينال كليرنس، كم عفوا حجم الرينال كليرنس ونسبه الرينال كليرنس طبعا الى الجي اف ار. فتكون الميكانيزم معتمده على النتيجه وبعض الامثله اتكلم عنها. اذا كانت الرينال كليرنس صفر، اقل نسبه انه ماكو كليرنس، فهنا النسبه ايضا تكون صفر، وهذه الحاله تكون انه الادراج يحصل له فلتريشن وري ابزوربشن كومبليتلي، اذن يحصل فلتريشن بالجلومرولز ومن ثم يحصل له ري ابزوربشن بشكل كامل، مثل ايش؟ الجلوكوز على سبيل المثال الجلوكوز. اما اذا كانت الرينال كليرنس اقل من 130، وبهذه الحاله راح يكون الريشيو او النسبه بين الرينال كليرنس الى الجي اف ار اكثر من صفر بس اقل من واحد، اكثر من صفر ولكن اقل من واحد. الميكانيزم راح تكون هنا انه الادراج، طبعا انا ماخذ هنا على سبيل المثال ماخذ الادراج، الادراج اي نوع من الادراج مذكوره الامثله، الادراج هنا يحصل له فلتريشن ويحصل له ري ابزوربشن لكن بارشلي، هنا كان كومبليتلي لكن هنا بارشلي بشكل جزئي، مثل ايش؟ اي نوع من اللايبوفيليك دراكس، لايبوفيليك دراكس العلاجات عفوا العلاجات اللي عندها صفات تخليها لايبوفيليك، هذه راح تكون يحصل لها فلتريشن وري ابزوربشن بشكل جزئي. اما اذا كان الرينال كليرنس 130، هنا ذاكر بين قوسين جي اف ار، لانه الجي اف ار بشكل الاعتيادي يساوي لنا 130، اذا النسبه تكون واحد لانه الكليرنس هنا يساوي الجي اف ار، وبالتالي الريشيو او النسبه تكون واحد. هنا الادراج از فلترد اونلي، اذا هنا فقط فلتريشن للادراج بالجي اف ار بالجلومرولز، يحصل فلتريشن فقط للعلاج مثل ايش؟ كرياتينين والانسولين. اما اذا كانت او كان الرينال كليرنس اكثر من 130، هنا النسبة راح تكون اكثر من واحد، وبهذه الحالة الادراج يحصل له فلتريشن اند اكتفلي سيكريتد، يحصل له فلتريشن ويحصل له افراز بشكل فعال. مثل ايش؟ مثل العلاجات اللي تكون عندها صفات اما بولر او ايونيك تركيبها او صفاتها، اما يكون بولر دراج او ايونيك دراجز. الحاله الاخيره عندما تكون الرينال كليرنس باعلى نسبه اللي هي 650، هنا راح تكون النسبه بين الرينال كليرنس والجي اف ار 5، وهذه الميكانيزم تكون
هي انه الكليرنس راح يساوي لنا الرينال بلازما فلو ريت. الكليرنس يساوي حجم البلازما اللي تدخل الى الكدني. مثل ايش؟ مثل الايدو ايديو او ايدو ايديو بايراست ايديو بايراست ايديو بايراست وكذلك البي اي اتش. هذا النوع من العلاجات اذا صح التعبير، لكن بالتحديد الايديو بايراست هو كونتراست، يستخدم في بعض العمليات التشخيصيه بالجهاز البولي. فهذه الامور تنطرح بشكل شنو الميكانيزم مالتها مال الكليرنس، انه الكليرنس راح يساوي لنا ماذا؟ الرينال بلازما فلو ريت. البي اي اتش هو برا امينو هايبوريت اللي يحصل له الكليرنس، برا امينو هايبوريت. هذه ايضا يستخدم في بعض الامور لحساب ماذا؟ لحساب رينال بلازما فلو، رينال بلازما فلو ريت. اذا هذه يستخدم لكي يتم حساب رينال بلازما فلو ريت، اسمه المختصر هو بارا امينو هايبوريت، بارا امينو هايبوريت، والتيست يسمى بارا امينو هايبوريت كليرنس. اما ايديو بايراست او ايدو بايراست هو كونتراست، يستخدم في بعض العمليات التشخيصية ايضا لتحديد او معرفة الرينال بلازما فلو. اذا بالميكانيزم عندي خمسة نتائج، اما يكون الكليرنس صفر او يكون الكليرنس اقل من 130 والريشيو تكون صفر او الريشيو تكون اكثر من صفر واقل من واحد، او الكليرنس عفوا يكون 130 والريشيو تكون واحد، او الكليرنس يكون اكثر من 130 والريشيو تكون اكثر من واحد، او الكليرنس يكون باعلى نسبة هو 650 والريشيو تكون 5، والميكانيزمات تكون مختلفة بالاعتماد على الريشيو بشكل اساسي. إذن وضحت بشكل سريع أنه الكليرنس هو حجم البلازما اللي يحصل لها كليرنس بالكدني بشكل كومبليتلي بالنسبة للوقت، وذكرت أنه لحساب الكليرنس يجب معرفة حجم أو تركيز المادة العلاج أو المادة بالبلازما، وتركيز المادة أو العلاج بالبول، وحجم البول يورين فلو ريت على مود او لكي يتم حساب الكليرنس. ووضحت انه الجي اف ار والكليرنس يعتمدون، اذا كانت الكليرنس اقل من الجي اف ار هنا راح يكون اكو ري ابزوربشن، اذا الكليرنس اكثر من الجي اف ار راح يكون هنا سكريشن، اما اذا تساوى الكليرنس والجي اف ار راح يكون لا يوجد لا سكريشن ولا ري ابزوربشن. وهذا كل اللي عندي في حلقة اليوم، أتمنى أنها كانت سهلة وبسيطة. في نهاية هذه الحلقة وفي كل حلقة أتمنى لكم الاستفادة التامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.